فازت مملكة البحرين ممثلة بمعهد الإدارة العامة بيبا برئاسة أكبر منظمة دولية للإدارة العامة، المعهد الدولي للعلوم الإدارية. ويأتي هذا الفوز تماشيا مع الرؤية الشاملة والطموحة لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، الرامية إلى مواصلة التقدم على السلم التنافسية العالمية بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن. هذا وقد تم التصويت لمملكة البحرين بالإجماع في انتخابات دولية تضمنت منافسة قوية من قبل الصين وسنغافورة وإيطاليا ودول المجر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا. نرحب بك في نشرة الثالثة دكتور، ونبارك لكم بالطبع هذا الإنجاز العالمي الجديد والذي يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين. بداية دكتور، كيف استطاع معهد الإدارة العامة في وقت قياسي أن يضع مملكة البحرين في الخارطة العالمية في هذا المجال؟ شكرا جزيلا أخوي، حقيقة شرف يكون معاكم. الجميل أن هذه ما كان إلا انطلاق لرؤية صاحب الجلالة، سيدي صاحب الجلالة الله يحفظه، في 2006 بأمره بإنشاء معهد الإدارة العامة، واللي صار منطلق لتكون البحرين لها موقع الريادة في مثل هذه المحافل. وعلى أساس حقيقة الفوز للبحرين، نهدي الفوز لصاحب الجلالة سيدي صاحب الجلالة لهذه التميز اللي وصلت له البحرين على المستوى الدولي في أعرق منظمة دولية غير حكومية في مجال الإدارة العامة. هذه طبعا لم يكن ليحدث لولا المساندة والتوجيهات من قبل القيادة، وكيف أنه ممكن أن احنا يكون لنا الحراك الحقيقي في داخل البحرين وفي المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. نعم بالتأكيد، كذلك هو دوركم في المعهد أيضا كان له الدور لفوز البحرين بهذه الجائزة العامة أو بهذا المنصب العالمي. كذلك أيضا يعني ما بعد ترأس مملكة البحرين لهذا المنصب، ماذا بعد ذلك، ماذا تسعون إلى تحقيقه، وماذا يضاف أيضا لامتيازات مملكة البحرين؟ المنظمة هي أعرق منظمة في العالم، من 1930 منشأة ومرت عليها الحرب العالمية الثانية وما زالت صامدة، بل لها موقعها في حتى الأمم المتحدة. الطموح في هذا المجال كبير جدا، هو بالفعل كيف نصنع المعرفة بدل ما نكون فقط مستخدمين للمعرفة، كيف يكون لنا موقع من الإعراب على المستوى الدولي عشان يكون في نوع من الوضوح، ما هي ثقافتنا في منطقتنا في إقليمنا في كل العالم، لنا إحنا دورنا في تغيير وتطوير الإدارة العامة، وعلى أساسه كيف ممكن كذلك نأخذ الممارسات الدولية ونطوعها عشان نقدر نستفيد منها. هدفنا في الأول والآخر هو خدمة المواطن، إحنا كلنا civil servants، فكيف بالفعل نوصل إلى هذه الطموح اللي موجود عند القيادة واللي موجود عندنا في داخل المعهد وفي داخل العمل الحكومي، إن كيف نطوع العلوم الإدارية لخدمة أوطاننا الوطن العربي والعالم، ويكون لنا بصمة على المستوى الدولي. يا رب يقدرنا اليوم حتى المنظمة هذه من خلال كذلك العمل اللي صار مع شبكة الشرق الأوسط شمال أفريقيا اللي سويناها في البحرين لبحوث الإدارة العامة، أصبحت الآن منظمة دولية معترف فيها من الأمم المتحدة والمعهد الدولي للعلوم الإدارية، معهد له كرسي في الأمم المتحدة ككرسي مراقب. نتأمل أن الكل ليس فقط المباركة والأمور هذه من قبل المؤسسات الحكومية موجود، لكن كيف ممكن أن نشارك مع بعض في الاستفادة القصوى من هذه الخبرات اللي موجودة الدولية والاستفادة منها في تطوير العمل الحكومي في البحرين. نعم دكتور، نجدد لكم بالطبع التهاني والتبريكات بمناسبة هذا الفوز برئاسة هذه المؤسسة العالمية، والتي يأتي أيضا تزامنا مع احتفال مملكة البحرين بذكرى ميثاق العمل الوطني، وهذه ثمرة من ثمرات الله يحفظكم. بلا شك، شكرا لك الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا، شكرا جزيلا لك.